القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. هو الدرس رقم 443 من دروس التفسير. نشرع اليوم في سورة جديدة إن شاء الله عز وجل، وهي سورة فاطر. السجيث مثلا الدرس 443 دي الدرس التفسير، وسجنفذو ثسورة تجذيط سورة فاطر بعدما أتممنا تفسير سورة سبع. السجي مرد ربد نفسر سلايا ثم زواروث ألما ذلايا في الصربعة. سيدي ربي يبدا كان يناد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أكيث بذا سورة فاطر. سورة فاطر سورة مكية إجماعا، بالإجماع هي سورة مكية، يعني نزلت قبل الهجرة النبوية، وقد ذكرنا هذه المعايير على مدار هذه السنوات السابقة. ماشي السورة اللي نزلت بمكة مكية، اللي في المدينة مدنية، هذا معيار، هذا من المعايير، ولكن الراجح اللي أشرنا إليه بالتفصيل القرآن المكي هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة النبوية، والذي نزل بعد الهجرة ولو بمكة هو قرآن مدني. القرآن المكي له خصائص والقرآن المدني له خصائص. يعني نناد القرآن دين نزلنا في النبي صلى الله عليه وسلم قبل أذي هجر سنكغ المدينة. اسمس القرآن المكي ساعة خصائص دي كاركتيرستيك. نناد مثلا القرآن المكي يركز على أصول الدين، أين كيشد الدم العقيدة الإيمان، ذا قيت في القرآن مكي شيء طبيعي. مدينة ربي سبحانه مثلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يعني تلاقي في سورة البقرة اللي هي الآية 256 بمعنى القرآن يعالج مسألة الإيمان والعقيدة وينظفها ويطهرها من جميع الشوائب باش ما تبقاش هناك شائبة، يكون إيمان صافي. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ذكرنا ذلك دون أن نعيد. ومن خصائص القرآن المدني أنه ينصرف إلى التشريع، يعني ضبط العلاقات، ضبط حركة الإنسان في الحياة. أمذان يحواج ثاشرعيث، يحواج سيدي ربي سدين جرا فريد مسلامة وثكين داما. نقرأ مثلا في قوله تعالى في سورة البقرة آية الدين، أطول آية في القرآن تشريع، الآية 282 من سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا، أنتم آمنتم خلاص، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فيها توثيق الديون، فيها الإشهاد على الديون، يعني أسخن ذينيان، فيها الرهن، فيها تجارة، فيها في مسلقي
بعدما استقر الإيمان في قلوب الناس الغاشد المؤمنين ثورة حواجن التشريع لا في دروت حواجن أفريد مسلمة وثكين داما قبل هذه الآية الآية 275 من سورة البقرة انتع الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلى آخره دون أن نعيد ما ذكرناه في السنوات سبقت المهم ثصور سجي هي صورة مكية بمعنى نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة النبوية قبل الذي هاجر إذ نزل في سورة فاطر عدد آياتها 45 عدد الآيات 45 آية عدد الكلمات شحال كلمات 770 كلمة 770 كلمة عدد الحروف 3133 حرفا 3133 حرفا إذا هذه بطاقة صغيرة عن هذه الصورة المباركة هي صورة مكية عدد آياتها 45 آية عدد كلماتها شحال مسلين قلنا ديس الكلمات ذي 770 كلمة عدد الحروف 3133 حرفا ثورة أنبذ مع التفسير الحمد لله سبحان الله كلمة الحمد عجيبة عجيبة جدا أول صور أشرنا لذلك ذكرت في أوائل الصور مثلا صورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين صورة الأنعام صورة سبأ اللي فسرناها اللي كملنا منها اللي شرحناها صورة سبأ هذه صورة فاطر يعني أشرنا أيضا سابقا إلى الصور التي احتوت والتي بودئت بالحمد لله كلمة الحمد لله يعني هو الحقيقة الوقت كامل ممكن نستغرقه في شرح كلمة الحمد لله أو هذه هذا الثناء العظيم لله سبحانه وتعالى أولا جاء بك بحرفي ال في اللغة العربية تفيد الاستغراق والشمول الحمد لله الحمد كله لله أي نظران أكن نعم يغدي فيك ربي غرسي دوسانت هو مصدر النعم هو المنعم جل جلاله نعمه لا نحصيها عدادا يونوري الزمير ذي يحسب أشحال النعم اسدي فيك ربي أي واحد يمتحن أسن حسبيد كان أشد فيك ربي لا يمكن إيجادنا من العدم ثقي تستحق الحمد لا ولا شانا إفكي غد أسجد لنا أسجد لآدم الملائكة سجود تكريم فقد حاجة مهمة جدا ربي سبحانه يكرم بنادم كما في سورة الإسراء في الآية رقم 70 ربي ناد ولقد كرمنا بني آدم ومن مظاهر التكريم أن أسجد الله الملائكة لآدم سجود تكريم وهمتم عارفين الملائكة قاع سجدوا ما عدا هذاك اللي تعرفوه إبليس خرج من رحمة الله سبحانه وتعالى إذن هذا مظهر من مظاهر التكريم ويستحق الشكر والحمد سيدي ربي إش قاعد يمشي قعان يعني إرساله للنبيين والمرسلين أيضا هذه نعمة وإلا ستضيع البشرية وبعدين خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وبه اكتمل الدين سورة المائدة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فكذا غذ النعمة سيدي ربي إش قعد إم والهن انتالسا إش قعد إم والهن انتالسا يعني الأنبياء إذ خلقيف أنقروا ذ محمد صلى الله عليه وسلم أرنو سين النظم إش بكي غذ القرآن نعمة عظيمة جدا
وربي نعود إلى سورة الإسراء مرة أخرى في الآية التاسعة، الآية التاسعة ربي قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، نعمة، نعمة عظيمة تستحق الشكر أن نحمد ربي. إمي غادي يفكا القرآن تكثر ثان قاروثي دين زناف في محمد صلى الله عليه وسلم. أرنو يسني عمل يظن هذه عطاءات الشيخ الشعراوي الله يرحمه من لطائفه، أنه يفرق بين عطاءات الربوبية وعطاءات الألوهية. عطاءات الربوبية أعطاها لربي الجميع، الكفار المؤمنين الطائعين العاصين الجميع، الماء، الماء، الماء نعمة يشربها الكافر يشبع، يشربها المؤمن يشبع، الماء يزيل الظمأ فكذ النعمة، هذا الأكسجين، هذا الهواء، كيف كيف كل النعم اللي هي من عطاءات الربوبية. وجعلنا من الماء كل شيء لم يستثني أحدا، سورة الأنبياء الآية 30، الآية أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. وكل شيء هذه الصيغة تفيد الشمول العموم بلا استثناء. في كذا كيث النعم سيدي ربي، ولكن لا تعطاءات النظن يتسكيث انت ربي سبحانه المؤمنين الأتقياء للأنقياء للأوفياء والجنة التي وعد بها المتقين إلى آخره، فقي وعد الله ووعد الله حق. ثم أنروح لكني الخلقة أمشي غدي خلق ربي يلسقي سمسلاين أم الزواقي سلن اسم حسن يفسنا قي تحريكن يظهرنا قي في دنروحك ترانسبور نسادك سغل الجامعة في ظهرنا يثقبالي ثقرنا أن دي زوار ولي التفاعيث وضار، يعني مثل حكيم القلوب تسبق الأبدان، ولكن الأرجل الحاملة للإنسان هي وسيلة نقل، لكن القلب هو الصح، القلب يسبق البدن. فإذا كانت قلوبنا سبقت أبداننا إلى المسجد جئناه، ومن لم يسبقه قلبه نسأل الله أن يتحرك قلبه لكي ينال هذا الفضل قبل فوات الأوان. النعم سيدي ربي ثقي لا نحصيها عددا، لا يمكن. ذا شو كانت ديني حاجة كلمة واحدة ربي سبحانه يسر كل شيء، الحمد لله، قل الحمد لله. لذلك التكرار، تكرار هذه الحمد لله في القرآن تدريب لللسان وللقلب باش الإنسان يحمد ربي. أكو تشوفوا بعض الناس تلقاه في السبيطار أو معمر كاع مسكين بالسيروم وكذا مربوط كاع، كيف راك يقول لك الحمد لله؟ تلقى واحد معمر بالهموم المشاكل تاع الدنيا الديون والهموم يقول لك الحمد لله. هذاك الحمد لله تعطي طاقة كبيرة جدا وتخليك ما تكونش غافل، القلب دائما موصول بربي سبحانه عز وجل الحمد لله. لذلك حتى في الصلاة نقول في الركوع بعد نقول سمع الله بعد الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وربي جعل كلمة الحمد لله ممكن تجي النعم مباشرة من الله، ممكن تأتي عن طريق واسطة وتقول الحمد لله. يلا راك مريح في لاري دير ستوب ساعتين وانت راك واقف الشمس وكذا حتى يتوقف واحد بالسيارة، تدخل تقول الحمد لله. شكون يعطيه؟ هو هذاك السائق، ولكن هو أيضا كل شيء من الله، هو مصدر النعم، يعني ربي هو الذي سخره، ربي هو الذي رزقه بالسيارة وبعدين وقف معاك ومع عندك وداك الحمد لله. يعطي لك ربي بنتك ولا وليدك ولا يطيعك تقول الحمد لله. يعطي لك الأرزاق تقول الحمد لله، ما تقولش وليدي، ماشي وليدك ربي هو اللي أعطاه لك، بنتك هو ربي اللي أعطاه لك. يقدر يعطي لك أولاد وما يكونوش طايعين، وكيف يوليو سبب للهموم وسبب للفتن والمشاكل. إذن كل شيء مربوط بالله سبحانه وتعالى. لذلك باش نختم هذه المقدمة أن الله عز وجل يقول شكروا ربي سبحانه، علاه؟
ولئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر يديم النعم زيد ويكون سببا للزيادة. ونريح مضن ربي غف النعمة غيس ديفكا ثم زواروث أتذوم في سنث أتنرني. دوام مع الزيادة، دوام مع الزيادة، ننتبه جيدا. وربي قال كي تشكروا ربي سبحانه، ربي قال وسيجزي الله الشاكرين. الله العظيم غير لو كان بقاو غير في الحمد لله ما نكملوش. ربي يعطي لك وكي تحمد ربي يزيد لك ويدوم وزيد يجازيك لأنك كنت شاكرا. ربي قال وسيجزي الله الشاكرين. خاتمة هذه المقدمة أن أهل الجنة نسأل الله أن نكون جميعا منهم كي يدخلوا الجنة إن شاء الله جميعا. في أواخر سورة الزمر الآية 73 74 آية عجيبة جدا، وإن يقول ربي سبحانه الحمد لله الذي صدقنا وعده. يا أصحاب الجنة اللي يدخلوا الجنة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هما يسمعوا خالدين لا في إترنال في السعادة الأبدية، واش يقولوا؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده. أنحمد ربي إيكو فانس الوعديس وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وربي قال لك التعب نتاعكم ما راحش باطل، الشيء اللي زرعتوه في الدنيا يلا اليوم جاء وقت الجزاء. أين الزرع في الدنيث أتغل ثم ذي لخرث. آخر آية في سورة الزمر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. سبحان الله، آية سورة عجيبة وختمت بالحمد لله رب العالمين. الآن نشرع في التفسير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. أنحمد ربي يدي خلق فاطر خالق أوجد هذا الكون من العدم كما نحن أوجدنا الله من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ اللي زاد منكم في 1990 نقول له أنت في 1989 ولا شيك لم تكن موجودا، واللي زاد في 1940 نقول في 1939 ما راكش موجود. ولكن أوجدنا الله من العدم. هنا ربي سبحانه أشار إلى مخلوقات ضخمة. في آيات أخرى أشار إلى كلش، وتعرفوا الآيات الله يبارك راهي مبثوثة في هذا المصحف الشريف. ولكن ذاقي إني إفذر ربي إيه نوان وكذا القاعة. الحمد لله خالق فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. الملائكة رسل وسائط بينه وبين النبيين والمرسلين. الأنبياء والمرسلين أي راس نسمي جبريل سفير الأنبياء الأمباسادور سفير الأنبياء والملائكة إن أدعوا لي أجنحة لن مثنى وثلاثة وربع كلي ونشحال سيفكا ربي الملائكة وسيني فريوان وثلاثة وأربعة وبعدين قال يزيد في الخلق ما يشاء. لذلك لا نتعجب جبريل كما روي سعى 600 جناح. جبريل عليه السلام 600 جناح. ما حبيش ندخل أيضا في هذا التفصيل، يكون عندنا موعد في حلقة من الحلقات باش نتحدث عن عالم الملائكة. أيضا عالم عجيب جدا عالم الملائكة. سبحان الله ثمغار في الدرس لو كان ديغلي اللوفان اللوفان ديغلي سيدوح طفل صغير يطيح من المهد نتاعو يقولوا سبقوا له الملائكة زوار انتس الملائكة طبيعي. في عمارة من العمارات في العاصمة شهود عيان، من شهود العيان طبيب. علاش نقول طبيب؟ حتى عنده لا باسيون سيونتيفيك. ليش؟ والله رأينا بأم أعيننا طفل سقط من البالكون، سقط وعلى بالكم أصحاب الفيزياء
اللي قالوا الفيزياء السقوط هذا الحر، وعلى بالكم السرعة ندخلوا فيها نفضل هما يقولوها ماشي أنا يعني. قال لك والله غير كشفنا حاجة تنزل بشكل حر كي قريب توصل للأرض لكي لا ترتطم هكذا، درت هكا السكوسة طرحت بالعقل يعني نزلت كأنها نزول. قال لكم لقيناه طفل وما صار له ولا شيء. طبعا هذا الكلام ذكرته لأنه حقيقي، ثانيا لأن الذين رأوه أذنوا يعني أعطوا لي الإذن بالرواية يعني كما يقول بالسند العالي. نيغا سبحان الله ثم غار فيك شيني زوار انتس الملائكة، هناك الملائكة الحفظة، الملائكة هذا هو دورهم. علاش نريحوا كاع هكذا حتى نشوفوا العقرب لهيه؟ ربي سبحانه والملائكة يقدر يجي يدير فينا العجب. علاه نريحوا حتى نشوفوا الحنش؟ علاش ما يخليناش حتى نرقدوا بعدين يدير رايو؟ وهذه كلها شيء عجيب ما نهضروش عليها خاطر فيه تفاصيل مهمة. عالم الملائكة ربي سبحانه ذاقي كلها إشارات إيمانية تربوية تأخذ بعقولنا وألبابنا باش نعرف قدرة القادر جل جلاله. إن الله على كل شيء قدير، يعني كندينا ربي في سورة ياسين الآية 82 إنما أمره إذا أراد شيئاً، المهم هذا يبغوا أن يقول له كن فيكون. إن الله على كل شيء قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ربي سبحانه ما يسرح الرحمة ينس وريزميري ونت يحبس. رحمة الله تتسلل إلى الأجنة في البطون، تتسلل إلى الحيوانات إلى الحشرات الصغيرة التي لا تقدر على حمل رزقها، ولكن برحمة الله ربي وصلها القوت نتاعها حتى يقول لك لو كان الرزق بالقوة سمحوا لي شكون اللي ياكل قدام السبع ولا قدام الحشرات؟ وين تلحق مسكين الحشرات ولا النعجة ولا الخروف ولا، ولكن هذا تقدير العزيز الحكيم. لذلك ربي قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها، أو قالك الدابة ما تقدرش ترفد، حنا نرفدو حنا ناكلو نرفدو ولا لا لا. مرة واحد الفلاح قالك كي تشوف بقرة تدخل البحيرة تاكل تشبع تخرج، البقرة ما تعرفش اسكو بحيرة نتاع مولاها ولا بقرة. قالك ولكن بنادم كي يدخل البحيرة يدي معاه شكارة، مفهوم؟ فهمت الإشارة؟ هذه ويثا شكار في يدس ما إلا تبحير توفي ديوني اللوز يزقض يتشا أسينض ما عليش تشور تاع بوطيك بصحتك. إيه ما يدم تا شكار نغيقاري تراكتور، مشكلة للأسف. لذلك ربي في القرآن أكل أكل وقال لك ما قالش اللباس يأكلون الحرام وكذا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الشيخ الشعراوي الله يرحمه من لطائفه قال لك لماذا ربي ذكر الأكل؟ ما قالش اللباس، ما قالش، قال لك إنه هو الذي يتكرر كثير يعني أذيج. المهم ربي يهدينا. علاش قلت هذه؟ فقط باش نرجع للآية وكأي من دابة لا تحمل رزقها. تعرف ايش قال ربي؟ الله يرزقها واياكم، ما قالش يرزقكم واياه، مفهوم؟ قال الله يرزقها سبق فيها واياكم. ام بعد وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما الا سيدي ربي يطف عيني كيفغا ينوريز ماس دي سرح أمان الماء وفي السماء رزقكم وما توعدون. الذاريات 22 في يد ربي، ربي سبحانه يقدر أنه
يحبس المطر وما ينزلش، ما ينزلش. لذلك هذه تنبيه باش لا نكون من الغافلين، كل حاجة ندعي ربي غير هو اللي قادر باش ينزل هذه الرحمات ويبقيها لنا ويصرف عنا الفتن. وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، غالب لكل شيء، حكيم. أين كيخدم سيدي ربي؟ لحكمة أرادها. أم بعد يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هذا ذكر ربي سبحانه أغدي قروغ في الثرى والسثرى، ذا شو كنت يفكى ربي من النعم، أين يفكى ذكي على سبيل التمثيل؟ أم بعد ندهل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، أنو كنت يفكى الأرزاق سوى أنت سبحانه وتعالى، يكل الرزاق يجري فاسني سيلان، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لذلك الشاعر يقول لا تخضعن لمخلوق على طمع، علاه؟ خطر الإنسان قد يستعبد خوفا من زوال الرزق. إيوان هزمر أذي يغلي قبل الاستعباد الاسكلافاج يقوذ أذي اللاز يوعر تسيد سيوعر اللاز، معنى الإيمان يتسك دفوذي ومذام يترث عزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المهم قصيدة طويلة مما ورد فيها، يقول لك لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص لك في الدين، لا يقدر العبد أن يعطيك خردلة خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون، فإن رزقك بين الكاف والنون، واستغني بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. وبعدين واش قال؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، ترسيخ لعقيدة التوحيد، ربي وحدس. فأنا توفكون، أن تصرفون، يعني بعد هذا البيان وآخر آية، الآية الرابعة، وإن يكذبوك. النبي عليه الصلاة والسلام يسليه الله جل جلاله رغم كل هذه الآيات الباهرات، هذه الحجج الدامغات، هذه الآيات المبثوثات في الكتاب المقروء القرآن وفي الكتاب المفتوح في هذا الكون الواسع، كل شيء إيفان. أمعنا لن وقاذ خفرا، لن وقاذ أستعرف نارا، انكرا النبوة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدي ربي بغى ثيذاوي أثيذاوي أثي الصبار، إذ غين يسوى إن يكذبك مسيد فنكشيني، فقد كذبت رسل من قبلك. آية أخرى، ربي ند فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، آية 35 الأحقاف، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني الصبر، أماكن صبرا أولو العزم تعرفوهم، نوح وموسى وعيسى إبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام. وبعدين آخر حاجة نركز عليها، وإلى الله ترجع الأمور، كل شيء يغالي ربي سبحانه. يا أخي قرن استقبليث أم ذانيت حبير أربي الدبير، العبد بالتفكير والله بالتدبير. وهذه الآية هي مقدمة لما سيأتي من آيات في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. جغون ثلويث أرثم لليث، سلام ربي في اللون.